هذه الحرب. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim yaptığımız. Siz değerli konuklarımıza Karabağ Savaşı'nda olanları anlatacak, onun öncesinde ya da sonrasında yaşananları anlatacak değilim. Karabağ, بعد سنوات طويلة كما كانت يجب أن يكون وقد رجعت إلى حضن الوطن. Şu kesindir, Azerbaycan barış ve huzur istiyor. Bunu sağlamak için de savaşa hazır. Bizler de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında haklı vatan savunmasında her zaman yanlarında olacağız. ما عندهم خلفية ومعلومة كافية عن حرب كاراباخ. بعد ذلك بدأ النزاع حول ناغورن كاراباخ. ناغورن كاراباخ هذا المصطلح الآن بعد الانتصار فقط لأجل الدفاع عن وطننا، لأجل إعادة، لم نحصل على أي حل. فأخيرا طبرا الصبر. قتلوهم بطريقة همجية جدا. أنا لا أريد أن ادخل في تفاصيل في هذه المواضيع. هذه الحرب بانتصار أذربيجان تحت قيادتها في قلوب شعب أذربيجان. والآن في نهاية كلمة المملكة المغربية لحكومة المملكة المغربية دبلوماتlar ve değerli davetliler. Hepiniz hoş ainsi que le rayon de Maroc. Peyzami Dönüşü. Teşekkürler. Bütün Azerbaycan halkını bu münasebetle yürekten tebrik ediyorum. Bu reallığı biz düşmanı torpaqlarımızdan kovduk. Eğer kimse hesabı değil, bunlar şehirlere devam edip sert edin. Bir gün de biz birikeceğiz. اليوم قمنا باحتفال يوم النصر، النصر الذي حصلنا عليه قبل سنتين في عام 2022، لكن تحت قيادة قائد الأعلى المنتصر فقامت رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، حررنا هذه الأراضي كلها خلال 44 يوم. فأشكركم جميعا لحضوركم في هذه الحفلة، شرفتمونا. وأيضا أريد أن أذكر أن اليوم نحن نحتفل بيوم النصر، وأمس أشقائنا المغربيين كانوا يحتفلون بالمسيرة الخضراء، فهذا أيضا يدل على أن قطرنا قطر واحد. وأيضا أريد أن أستغل هذه الفرصة لكي أشكر المملكة المغربية حكومة وشعبا.